الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. عندنا النهاردة إن شاء الله كالعادة العديد من الأمور الهامة اللي بتهم كل عشاق ومحبي النادي الأهلي في كل مكان، وأيضا بعض الأخبار الهامة اللي بتخص الكرة المصرية بشكل عام. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معايا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي عشان نتكلم بشكل مفصل أكتر في كل ما يدور على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام. طبعا خليني اقول لكم ان سؤال الحلقه النهارده مستنيين ردود افعالكم على صفحات قناه النادي الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام او تويتر. وخليني اقول لكم ايضا سؤال الحلقه خاص بمحمد صلاح ورايك بعد الهزيمه بالنسبه لليفربول امام نابولي امبارح، واول هزيمه لليفربول في بطوله دوري ابطال اوروبا، ثاني هزيمه بشكل عام بعد هزيمه تشيلسي في كاس الرابطه الانجليزيه. رايك في مستوى محمد صلاح بالتحديد بعد الهزيمه دي، مستنين ردود افعالكم على فيسبوك وتويتر وانستجرام. الكلام في الحقيقة كتير عن محمد صلاح الموسم ده بالذات، خصوصا بعد الموسم اللي فات وإحرازه العديد من الأهداف. كتير كان متوقع أن محمد صلاح يستمر على هذا المنوال، أكيد لسه الموسم في بدايته، نتمنى لمحمد صلاح الاستمرار في التألق. لكن الفترة الأخيرة الكلام كتير شوية على محمد، خصوصا انه عدد الاهداف، يمكن احرز 3 اهداف حتى الان في بطوله الدوري الانجليزي بس، والناس شايفه ان مستواه لسه مش هو المستوى المنتظر من محمد صلاح، وخصوصا الناس كلها بتامل ان محمد صلاح يستمر في المستوى العالي بالنسبه له على غرار ميسي ورونالدو لمواسم عديده. ان شاء الله لسه الفرصه قدام محمد صلاح لتدارك هذا الموقف، ان هو يقدم الافضل والافضل دايما زي ما احنا منتظرين منه. ايضا كلامنا النهارده هيكون مفصل اكتر عن مباراه الاهلي وفاق ستيف، مباراه الذهاب والانتهاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 في استاد السلام. اكيد نتيجه يعني كويسه طبعا، يعني حتى لو كانت 1-0 ايضا نتيجه كويسه، خصوصا المباريات الكبيره دي بتبقى النتائج فيها مش كبيره. لكن يعني الواحد ممكن يكون زعلان شويه بعض الفرص اللي ضاعت في اخر ربع ساعه بالذات في هذه المباراه، سواء لوليد ازار واسلام محارب مؤمن زكريا، بعض اللاعبين ضيعنا فرص كتير جدا. كان ممكن قبل ما نروح ستيف ونروح الجزائر كان النادي الاهلي يكون حسم التاهل، وكانت الامور هتبقى اسهل بشكل كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن تظل نتيجه 2-0 نتيجه جيده بالنسبه لفريق لسه عنده مباراه العوده هناك في الجزائر، وفي ذهاب دور نصف النهائي دور مهم جدا، من خلاله ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي انه يوصل للمباراه النهائيه، ومن ثم تحقيق هذا اللقب الغالي جدا 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 لكل عشاق القلعه الحمراء في كل مكان، وهو اللقب المنتظر، اللقب رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا، بطوله وحشتنا بشكل كبير جدا. ان شاء الله الجهاز الفني اللاعبين يكونوا موفقين في استعاده هذا اللقب الهام والغالي بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. طيب نخش سريعا في حلقه النهارده ونروح نشوف ابرز العناوين. الاهلي يواجه الترسانه في دور 32 بكاس مصر. معلول يغيب عن الملاعب شهرين وعاشور يعود بعد مباراه الاتحاد. انضمام ازارو وكلوبالي لمنتخبي المغرب ومالي. راحه سلبيه لصلاح محسن وكشف طبي لسعد وجابر. صلاح يحدد موعد لحاقه بمعسكر المنتخب. أجري يعترض على ملعب السلام قبل المواجهة الأفريقية. قلق في ليفربول بسبب الحالة الصحية لنابي كيتا. أخبار أكيد كتير ومهمة جدا النهاردة في أهم العناوين اللي قريناها مع حضراتكم دلوقتي، وبتخص النادي الأهلي وبالتحديد كمان بتخص المنتخب المصري اللي بيستعد خلال الفترة القادمة، هيبتدي استعداداته بالتحديد من يوم 8 من الشهر الجاري شهر أكتوبر
استعداداته لمباراتي فريق سويسرلاند في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه بالكاميرون، وهي خلاص رسميا في الكاميرون بعد تصريحات احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وقال ان كل الكلام اللي كان بيقال على نقل هذه البطوله للمغرب كلام عاري تماما من الصحه، فخلاص البطوله على حسب تصريحاته هي خلاص في الكاميرون، فبالتالي مباراتين هيكونوا مهمين جدا لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله السنة الجاية في الكاميرون، فبالتالي هيكون الكلام كتير جدا بخلاف محمد صلاح وبخلاف النادي الأهلي بالطبع، وردود الأفعال عقب الفوز الهام على فريق فاكس ديف في ظل غياب للأسف غياب جمهور النادي الأهلي عن هذه المباراة لظروف أمنية كلنا يمكن عارفينها، لكن إن شاء الله نأمل في المباراة النهائية إن شاء الله في حالة إن صعود النادي الأهلي المباراة النهائية يكون في عدد كبير جدا وافر من جمهور النادي الأهلي بتنسيق طبعا مع الأمن، وإن شاء الله يكون في احتمالات كبيرة جدا النادي الأهلي يكون متواجد في استاد القاهرة الدولي، هذا الاستاد المرعب وهنحتاجه بشكل كبير جدا في المباراة النهائية إن شاء الله، المهم النادي الأهلي يوصل لنهائي هذه البطولة. نروح نشوف أهم مقيل عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة. الأهرام: غضب داخل الأهلي رغم الفوز على وفاق ستيف الجزائري، جلسة عتاب بين اللاعبين باستاد السلام وصدمة في الجهاز الفني لإصابة معلول، خسارة كبيرة. الأخبار: الأهلي الأفريقي واصل مشوار استرداد الأميرة السمراء، مخاوف من الإصابات في مواجهة الجزائر وكارتيرون يحذر من فرحة الفوز. الجمهورية: الأهلي يستعد للاتحاد وأزمة مباراة الداخلية تشتعل، كارتيرون يحارب استهتار المحاربين. الأهرام المسائي: الأهلي غير مطمئن، كارتيرون لاعبيه هدف مواجهة ستيف لا يكفيان للنهائي وأخشى أن ندفع ثمن الفرص الضائعة. الشروق: كارتيرون: الفوز على وفاق ستيف لا يعني الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، كان بالإمكان مضاعفة النتيجة، منحنا السيطرة للمنافس في الشوط الثاني وحزين لغياب الجمهور. الطوسي: الارتباك سبب تراجع الأداء في الشوط الأول والأهلي يجيد اللعب خارج أرضه. الشروق: الأهلي يسعى لخوض نهائي دوري الأبطال على استاد القاهرة، مرجان نتواصل مع هيئة الاستاد باستمرار وننتظر انتهاء أعمال الصيانة للحصول على الموافقات اللازمة. علي درويش: استضافة الأهلي والزمالك رغبة مشتركة مع الأمن والأندية ونسابق الزمن لإنجاز المهمة قبل النهائي الأفريقي إن شاء الله. المصري اليوم: التاريخ لا يكذب، الشباك النظيفة وسط الأنصار تمنح الأهلي بطاقة الترشح للنهائي الأفريقي ومعانقة اللقب إن شاء الله. اليوم السابع: عوامل تضمن للأهلي صدارة الكرة الأفريقية حتى 2023، تحصين باتريس كارتيرون بعقد طويل الأجل يحتاج قرارا سريعا، النزول بمتوسط الأعمار وفتح سقف التعاقدات في الانتقالات الصيفية لجذب المواهب الجديدة. المسا: الأهلي يغلق الصفحة الأفريقية واستعد للإسكندرية، الفريق يعود لسباق الدوري بلقاء زعيم الصغر الأحد المقبل. الأخبار المسائية: الأهلي يرفض الاحتفال، الفريق يغلق الملف الأفريقي مؤقتا استعدادا للاتحاد. والوفد: خطاب عاجل للفيفا للحصول على غرامة كولوبالي، الأهلي يجدد عقد مؤمن خلال ساعات، وكارتيرون يعنف أزارو. الدستور: مؤمن يجدد عقده، والجبلاية طلب حكام أجانب قبل المباراة بعشر أيام، معلول ومحسن غدان عن إياب نصف نهائي أفريقيا، وعاشور يلحق بالفريق بعد مواجهة الاتحاد. الجمهورية: بعد قرار إسناد مباراته لتحكيم خارجي 8 ملايين جنيه تكلفة الحكام الأجانب للأهلي. طيب، عايز ابتدي بصراحة بالمصري اليوم واللي عاملين تقرير أكثر من رائع وقايلين إن التاريخ لا يكذب، وبيقولوا ان الاهلي يعني في 6 تجارب من خلال دور نصف النهائي النادي الاهلي في مباراه الذهاب على ارضه ونجح فيهم ان هو يخرج من غير ما شباكه تستقبل اهداف، فبالتالي دي بتبقى بشره خير النادي الاهلي يتاهل للنهائي، مش بس كمان ان هو يتاهل للنهائي، لا ده كمان بياخد البطوله في 6 مرات او 6 المناسبات اللي حدثت قبل كده. خليني اقول لكم في البدايه كانت عام 84 في بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، النادي الاهلي كان قابل فريق المقاولين العرب.
مباراه الذهاب كان ملعب الاهلي اتعادل 0-0، مباراه العوده قدر ان النادي الاهلي يتعادل ايجابيا مع فريق المقاولون العرب وبعدين تاهل للمباراه النهائيه وكمان فاز بالبطوله. المره الثانيه النادي الاهلي قدر برضو ان هو يحقق كلين شيت على ملعبه امام الاسماعيلي في بطوله دوري او في بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، كانت في عام 86. المباراه خلصت سلبيا في استاد القاهره، مباراه العوده بالاسماعيليه خلصت بالتعادل الايجابي وايضا النادي الاهلي تاهل وفاز باللقب. عام 87 بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري النادي الاهلي خاض لقاء الذهاب لنصف النهائي على ملعبه وسط انصاره بالقاهره وانتصر بهدفين على اشانتي كوتوكو الغاني وطبعا ما استقبلش اهداف. مباراه العوده خسر بهدف وحيد وايضا وصل للنهائي ومن ثم كمان فاز بالبطوله في الست مرات اللي انا بقولها لحضراتكم كده. النادي الاهلي فاز بالبطوله في الوقت اللي ما دخلش فيه في مباراه الذهاب على ملعبه اي اهداف. نتمنى ان شاء الله ان الموضوع يتكرر. المره الرابعه النادي الاهلي حافظ على عذريه شباكه ايضا في القاهره وكانت في بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس عام 93 وكان مع فريق كانمي واريورز النيجيري وخلصت المباراه الاولى بثلاث اهداف للنادي الاهلي مقابل لا شيء بالنسبه للفريق النيجيري وفي نيجيريا النادي الاهلي تعادل سلبيا. المره الخامسه كانت موسم 2001 وكلنا طبعا فاكرين الموسم ده والنادي الاهلي كان تعادل سلبيا هنا مع الترجي كان في قبل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وهناك النادي الاهلي قدر انه يفوز او قدر قدر ان هو يتعادل 1-1 في مباراه تاريخيه ما حدش يقدر ينساها وهدف كان تاريخي جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان من نص الملعب وحط الكوره كده لب في شباك حارس مرمى فريق الترجي. انتهت المباراه 1-1 وقدر النادي الاهلي ان هو يتاهل للنهائي الافريقي وكمان فاز بالبطوله بعد غياب كبير جدا طبعا وكانت اول فترة لتولي مستر مانويل جوزيه تدريب النادي الاهلي، كانت أول مرة يكون متواجد وقدر إنه يرجع هذا اللقب الأفريقي وكمان قدر إن هو يفوز بالسوبر وكان جيل عظيم بصراحة كان فيه لاعبين كبار جدا. المرة السادسة وكانت في 2006 قبل النهائي النادي الأهلي لعب فريق أسيكا ميموزا الإيفواري في بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، النادي الأهلي قدر إن هو يفوز بنتيجة 2-0 وفي مباراة العودة النادي الاهلي تعادل على ما اتذكر يعني وقدر النادي الاهلي ايضا ان هو يفوز بهذا اللقب وبطوله 2006 بالتحديد دي عمرها ما تتنسي. ماتش الصفاقسي كان في النهائي بهدف ابو تريكا بعد ما تعادلنا كمان هنا 1-1 وفوزنا هناك 1-0 بهدف ابو تريكا التاريخي. يعني بصراحه المصري اليوم عملوا تقرير رائع جدا وفكرونا بحاجات مميزه وبيدونا امل كبير جدا ان شاء الله النادي الاهلي الامور كلها بتساعده الموسم ده ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. نتمنى الامور تسير على هذا المنوال ويقدر النادي الاهلي ان هو يحقق نفس هذه الاحصائيات من خلال بعد ما فوزنا على فريق افاق ستيف بنتيجه 2-0 هنا ان شاء الله هناك نحقق ايضا نتيجه ايجابيه وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل للنهائي وان شاء الله كمان الاهم من الاهم ان شاء الله نفوز بهذا اللقب المهم جدا. ده كان تقرير اكثر من رائع لصحيفه المصري اليوم. طيب خلينا نروح نشوف اخبار النادي الاهلي على المواقع. الوطن سبورت محمد يوسف، الاهلي تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكره بتاجيل مباراه الداخليه. سوبر كوره محمد يوسف، الحظر الاعلامي للتركيز في هذه المرحله المهمه. بوابه اخبار اليوم، السوليه يشارك في المران الجماعي. اليوم السابع، صبر رحيل يعود لحسابات كارتيرون في مباراه الاهلي امام الاتحاد السكندري. 1-3 الاهلي يفقد حسام عاشور امام الاتحاد السكندري. الشروق صدمه للاهلي، معلول يغيب عن الملاعب شهرين. اكبر خساره فيتو مهاجم الاهلي يغيب عن التدريبات ثلاث ايام بسبب العضله الاماميه اللي هو صلاح محسن. صدى البلد فحص طبي لميدو جابر وسعد سمير في الاهلي. بوابه الاهرام انضمام ازارو وكولوبالي لمنتخبي المغرب ومالي. الموقع الرسمي للاهلي رجال يد الاهلي يواجه الزهور في الدوري. الموقع الرسمي للاهلي رجال سله الاهلي يواجه باتريوتس في تصفيات بطوله افريقيا. الموقع الرسمي للاهلي تدريبات مكثفه لسباحه الاهلي في شرم الشيخ استعدادا لبطوله الجمهوريه.
طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل الاخبار واخبار النادي الاهلي بالتحديد على المواقع، خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان بيتابع مران الفريق واللي استأنف من خلاله الفريق تدريباته استعدادا لما هو قادم من مباريات هامه سواء في بطوله الدوري وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا. يا شريف مساء الفل عليك. الفل زميلي امير، ولا مساء الخير طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل انا متواجد في تدريب النادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه الاتحاد السكندري يوم الاحد يوم 17. يمكن مستر باتريس كاتيرون ومترجمه عقدوا جلسه سريعه في ارض الملعب منذ قليل مع اللاعب احمد توفيق، يمكن ما استغرقتش حوالي اكثر من دقيقتين. بعد هذه الجلسه يمكن تجمع اللاعبين مع المدير الفني وباقي الجهاز، يمكن في محاضرة سريعة كده في الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن غلق الملف الافريقي والتركيز في الملف المحلي تمام كان الدوري الممتاز او كاس مصر اللي بالمناسبة القرعة اصفرت اليوم عن مقابلة نادي عريق ونادي السنة طبعا غالبا هتكون يوم 10/10 او يوم الاربعاء بعد مباراة الاتحاد السكندري تمام. يمكن الاربع حراس بيشاركوا النهارده في التمرين، شريف اكرامي، شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير مع كابتن مصطفى كمال الان. زي ما قلت لك في كابتن محمد يوسف عمل حظر اعلامي على اللاعبين علشان يركزوا في المعترك المحلي، لان الاهلي طبعا كعادته لازم يعني اي بطوله بيشارك فيها لابد طبعا بيغلق الصفحه خلاص وبيبص للامام دايما يعني. مظبوط طبعا الغيابات حدث ولا حرج، غيابات بالجمله. كابتن علي معلول يمكن قدامه مش اقل من شهرين، كابتن حسام عاشور مش بيشارك في التمرين هو ايضا تمام حوالي 4 ايام شغال على بيتاهل، كابتن صلاح محسن 3-4 ايام برضه القصه تبان. يمكن حسام وصلاح من يعني من الشاهده الاولى كده ومن الظاهره الاولى كده غالبا هم خارج ماتش الاتحاد السكندري تمام. ان ميدو كابر وسعد سمير بيجروا عمليه التاهيل في الملعب وحالتهم اخبار حالتهم اخبارها ايه بتحديد ميدو جابر وسعد سمير يا شريف؟ هل ممكن يلحقوا ان شاء الله مباراه الاتحاد ولا هيبقى في صبر عليهم شويه عشان المباريات الاهم اللي هتكون في بطوله افريقيا؟ من النظره الاولى كده هو ممكن يبقى ليهم دور. انا هيجمعني بعد قليل لقاء مع دكتور الفريق، ولكن تمام. من النظره الاولى ممكن يكون ليهم دور بس مش من البدايه تمام. انا ما اظن هيكون جزء من المباراه دي يعني يستعدوا لقاءات المباريات، لكن من البدايه اشك. طبعا السوليه النهارده انضم في التمرين يعني هو قدامي اهو في التمرين بيجري الاحماء مع بشكل جماعي، بيتمرن بشكل جماعي مع الفريق مع الفريق. يمكن بعد المباراه طبعا بعد مباراه الاتحاد السكندري هيسافر يمكن وليد ازارو وكليبالي لمنتخب المغرب ومنتخب مالي، يمكن بشكل فردي بيتمرن حوالي 4 لعيبه، هشام محمد، ايمن اشرف، احمد فتحي، محارب، حمودي، يمكن الخمسه بيتمرنوا تمرين يمكن خفيف شويه عن باقي المجموعه علشان اجهاد مباراه وفاق السيف الجزائري. يمكن الان باقي المجموعه بتتمرن في وسط الملعب وبيقود هذا التمرين مستر ليندمان. مستر كاترون بيتابع بنفسه دلوقتي فقره الحراس مع الكابتن مصطفى كمال، يمكن كابتن قمصان بيتابع التمرين مع مستر ليندمان. يمكن دي ابرز كواليس التمرين. طبعا على الجانب الاخر من الملعب عشان الساده المشاهدين يبقوا عايشين معانا تمام الحدث، يمكن ميدو جابر نزل يتاهل في جانب من الملعب مع الكابتن حسين عبد الدايم، وسعد سمير بيجري تدريبات في الجيم، يمكن حضر التمرين منذ قليل اللاعب ايضا السابق لنادي الاهلي الكابتن رضا شحاته، كان حريص يسلم على اللاعبين زمايله طبعا السابقين اذا كان في الجهاز او اذا كان في الفريق الاول. يمكن دي كانت ابرز او اللي احنا شايفينه في تمرين الاهلي الى الان زميلي انس. التمرين ابتدى الساعه 5 يا شريف صح؟ الساعه 5 يمكن 5 ودقيقتين 3 وكان في دقيقتين مع احمد توفيق وبعد كده حوالي 5 دقائق مع باقي اللاعبين كلهم. يعني التمرين دلوقتي حوالي بقاله 10 دقائق او 12 دقيقه بالظبط في مستمرين في الملعب يعني داخلين على ربع ساعه. طيب شريف سؤالي الاخير ليك وهو خاص بلاعب الفريق علي معلول، واللي احنا عرفنا خلاص ان هو عنده مزق في العضله الضمه وبالتالي هيغيب لشهرين، لكن علي معلول كان اختير في منتخب تونس، الموقف بالنسبه له دلوقتي ايه؟ هل هيستمر في القاهره عشان البرنامج العلاجي الخاص بيه ولا هيروح تونس الاول يكون في كشف طبي من قبل الجهاز الفني لمنتخب التونسي؟ انا ما عنديش معلومه اكيده، ولكن المتابعه يعني النادي الاهلي المفروض يرسل للاتحاد التونسي ويقول له اللاعب عنده اصابه كذا كذا ويبعته تقارير تمام. لو المنتخب حب ان هو الولد يسافر
يقوم بالعلاج هناك في الفتره الدوليه من حق المنتخب. ولكن لو المنتخب حابب ان الولد يتعالج في النادي الاهلي حسب بترجع للمنتخب. ولكن القصه كلها في ايد المنتخب التونسي، ولكن الاهلي بيعمل اللي عليه وبيرسل للمنتخب التونسي بحاله اللاعب والتقارير الاشاعات بيرسلها. القصه هنا عن المنتخب التونسي، ولكن هتاكد لك برضو من كابتن محمد يوسف قام بعمل مدير الكره ومدرب العام طبعا. طيب شريف شعبان زميلنا ومراسلنا في قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، وقال لنا كل التفاصيل الخاصه باستئناف النادي الاهلي تدريباته النهارده استعدادا للمباراه المقبله امام فريق الاتحاد السكندري يوم 7 ان شاء الله في بطوله الدوري. هي مباراه اكيد مهمه، النادي الاهلي بقى له فتره ما بيلعبش بطوله الدوري، لكن في حاله فوز بكل المباريات المؤجله النادي الاهلي يتصدر بطوله الدوري. ان شاء الله تكون بدايه النادي الاهلي لاستكمال انتصاراته في هذه البطوله ومن ثم اعتلاء القمه في بطوله الدوري المصري العام، وهذه البطوله المفضله طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. طيب نرجع للاخبار اللي كانت معانا وخاصه بالنادي الاهلي في المواقع، ويمكن كابتن محمد يوسف قال ان هيكون في حظر اعلامي للتركيز في المرحله المقبله، ده من سوبر كوره. طيب خليني اقول لكم ان ده شيء طبيعي ومعتاد من قبل النادي الاهلي خلال المراحل الهامه جدا. النادي الاهلي دلوقتي بيمر مرحله مهمه جدا في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الفريق حقق فوز جيد على فريق فوكس ديف، فبالتالي كان قرار من قبل مدير الكره والمدرب العام كابتن محمد يوسف ان يكون في حظر اعلامي، ما بيبقاش في كلام كتير بالنسبه للاعبين لمزيد من التركيز والاجتهاد في المرحله دي، طبعا سعيا نحو مواصله هذا المشوار الافريقي الهام جدا، وكمان ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في الجزائر امام فريق فوكس ديف، واللي عندهم على فكره امال كبيره جدا، هم بيتكلموا هناك وفي دوافع عندهم كبيره جدا للفوز على النادي الاهلي. هم تقريبا يعني على مدار تاريخهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا أحرزوا 112 هدف. هناك الصحف الجزائرية بتتكلم إن إحنا أحرزنا قبل كده 112 هدف، فمش صعب إن إحنا نحرز هدفين في مرمى النادي الأهلي في ملعبنا. من هنا بيحاولوا يحمسوا فريقهم وجهازهم الفني عشان يتداركوا الهزيمة أمام النادي الأهلي، وإن شاء الله ده ما يحصلش، وإن شاء الله النادي الأهلي هو اللي يكون موفق، لكن دايما الأجواء هناك بتبقى صعبة، عشان كده كنا نتمنى جون كمان أمام فريق فوكس ديف هنا في القاهرة، لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي عندهم الخبرات الكافية للصعود للمباراة النهائية إن شاء الله. ايضا الخبر الهام ايضا وهو خبر جيد بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، عوده لاعب مهم جدا زي عمرو السوليه. عمرو السوليه خلال الفتره اللي فاتت كان عنده شد في العضله الخلفيه والعضله الضمه، بالتالي خلاص كان بيعمل البرنامج التاهيلي الخاص بيه وفتره العلاج انتهت تماما، خد التصريح الطبي ان هو شارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي بشكل طبيعي، وفعلا هو النهارده اشترك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي لاول مره. نتمنى ان عمرو السوليه ان شاء الله يكون جاهز بشكل كبير جدا للمرحله المهمه المقبله، هو احد اهم اللاعبين في النادي الاهلي، مش في النادي الاهلي في الحقيقه بس، هو في مصر كلها، لكن للاسف حظه وحش دايما مع منتخب مصر. اليوم السابع قالت ان صابر الرحيل دخل حسابات كارتيرون. طبعا اصابه علي معلول يعني من اكبر خسائر النادي الاهلي في مباراه فاكس ديف. علي معلول لاعب مهم جدا واحد المفاتيح الهامه جدا في طريقه لعب مستر باتريس كارتيرون، للاسف جاله مزق في العضله الضمه، الضمه دايما بتبقى اصابه رخمه شويه كده بلغه الكوره، هتعطل علي معلول شويه، شهرين مش هيكون متواجد، فبالتالي مش هيلحق كمان المباراه النهائيه، فهيبقى للاسف لاعب مهم جدا اصيب بالنسبه للنادي الاهلي علي معلول. بالتالي وطبيعي جدا ان يتم اللجوء لصبر الرحيل لتجهيزه ان يكون جاهز الفتره اللي جايه ومتاح بالنسبه للجهاز الفني في ظل تواجد ايمن اشرف، وكمان في ظل غياب المدافعين. احنا عندنا سالف كوليبالي هو المدافع الاساسي ومركزه الاساسي كمساك هو الوحيد اللي جاهز، عندنا سعد سمير مصاب، محمد نجيب مصاب، كمان رامي ربيعه هو كده كده مش مقيد لكن كان مصاب منذ فتره وان شاء الله ينضم للاهلي في يناير، فبالتالي هيتم اللجوء لايمن اشرف في خط الدفاع في حاله عدم اكتمال جاهزيه سعد سمير، لكن ان شاء الله هيتم تجهيزه بشكل كبير ان هو يكون متواجد في مباراه فوكس ديف، وسعد لاعب مهم جدا لا غنى عنه، فبالتالي بيتم تجهيز صبر الرحيل احتياطيا، واعتقد يعني من خلال رؤيه الجهاز الفني خلال الفتره الجايه انه ممكن يدي صبر الرحيل بعض الدقائق في مباراتي الاتحاد والترسانه في بطوله الدوري وبطوله كاس مصر عشان يكون جاهز سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه، وده اكيد هيكون شيء مهم جدا في اطار تجهيز النادي الاهلي لبعض لاعبيه علشان المرحله الهامه المقبله بالنسبه للفريق. طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الاخر. طب قبل ما نروح للاخبار المحليه والعالميه نروح نشوف مقال كان مهم جدا في جريده الجمهوريه تحت عنوان خط احمر.
طيب ده بقلم سعيد الامام، استاذ سعيد الامام الناقد الرياضي بالجمهوريه، وقال الاهلي لم يتاهل ووليد يستحق المنتخب. طبعا هو بيتكلم في ان مباراه الاهلي ووفاق سيف النادي الاهلي ما حسمش التاهل، يمكن البعض شويه متفائل النادي الاهلي خلاص تاهل بعد نتيجه 2-0، لكن الامور زي ما قلت لكم اكيد بتبقى صعبه. قال طبعا ان الاهلي لسه امامه مشوار طويل وامامه مباراه مهمه جدا امام فريق وفاق سيف، ومهم جدا ان اللاعبين يكونوا مركزين خلال هذا اللقاء بالتحديد. وقال ان وليد سليمان يستحق المنتخب. بصراحه وليد سليمان واحمد فتحي اثنين من اهم اللاعبين في مصر الفتره الحاليه. وليد سليمان عامل موسم افضل لاعب في مصر حاليا هو وليد سليمان، عامل موسم اكثر من رائع مع النادي الاهلي منذ بدايته في بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله العربيه، الراجل ماشي بشكل اكثر من رائع. ممكن عامل السن هو اللي عائق بالنسبه لوليد سليمان ان هو ينضم لصفوف منتخب مصر، لكن هو نداء من استاذ سعيد الامام ان وليد سليمان يستحق الانضمام للمنتخب. واعتقد دي مش وجهه نظره هو بس، دي وجهه نظر المصريين بشكل عام مش الاهلاويه بس كمان، لان الراجل بصراحه بيأدي مستويات اكثر من رائعه. كمان احمد فتحي من ضمن اللاعبين المهمين وخبرات كبيره جدا في صفوف منتخب مصر، لكن هي وجهه نظر فنيه اكيد واعتقد تخص الاعمار بالنسبه للجهاز الفني لمنتخب مصر. ده كان مقال جيد ومهم جدا، وحذر من خلاله استاذ سعيد الامام من خلال هذا المقال المميز من اهميه النادي الاهلي ما يفرحش بالفوز على فريق وفاق سيف بنتيجه 2-0. لا، لسه المشوار طويل و90 دقيقة هتكون هامة جدا هناك في الصيف، وملعب صعب جدا، أرضيته في الترتان، والنادي الأهلي مش متعود إن هو يلعب على هذه النوعية من الملاعب، لكن إن شاء الله الفريق يكون موفق في مباراة الإياب في الجزائر عشان إن شاء الله يقدر يحقق هذا اللقب الهام جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طيب نروح نشوف أهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج. الوطن سبورت، كرة كأس مصر تجنب صدام الأهلي والزمالك حتى النهائي. اليوم السابع إقامة الجري وزوجته بأحد الفنادق في القاهرة. الفجر، الجري يعترض على أرضية السلام قبل مواجهة سويسلاند. الوطن سبورت، محمد صلاح يصل القاهرة 9 أكتوبر الجاري. الشروق، رسميا فييرا مديرا فنيا للإسماعيلي. وان ثري، طارق يحيى بشوف حاجات غريبه من لاعبي بتروجيت. طيب سوبر كوره، محمود البنا يدير كلاسيكو تونس بين التراجي والصفاقسي. سكاي نيوز، ميسي يعادل رقم رونالدو وعينه على الاهم. اس بوكيتينو، اهدينا الفوز ببرشلونه ودفعنا ثمن منح الحريه لميسي. ليفربول يقرر الإبقاء على نابي كيتا في أحد مستشفيات نابولي. طيب نبتدي بالوطن سبورت، واللي قالت طبعا ان خلاص مباريات كاس مصر والقرعه ولجنه المسابقات في اتحاد الكوره قالت ان الاهلي والزمالك هيتجنبوا المواجهه في اي دور من ادوار مباريات كاس مصر، ولو اتواجهوا هيكون في المباراه النهائيه، ودي كانت قرعه موجهه بحيث ان الفرقتين ما يقابلوش بعض في اي دور من ادوار بطوله كاس مصر. واوضحت ايضا ان القرعه اوقعت المصري في طريق الاهلي، بينما الاسماعيلي هيكون في طريق الزمالك، وده من خلال القرعه اللي اتعملت بالنسبه لكاس مصر. خلينا اقول لكم القرعه جت كالتالي: الاهلي هيواجه الترسانه، وبيراميدز هيواجه طنطا، والفائز من هنا ومن هنا هيلعبوا بعض. بالمناسبه طلاع الجيش هيواجه نادي القناه، نجوم المستقبل هيواجه فريق حرس الحدود، ايضا المصري البورسعيدي هيواجه فريق جزيره مطروح، بتروجيت هيواجه مركز شباب تلا، انبي مع شبان مسلمين قنا، والداخليه مع المنصوره، الزمالك مع مركز شباب منيه سمنود، مباراه سهله جدا، انتاج الحربي امام اتحاد الشرطه، مصر مقصه مع نادي ابو كير الاسمده، ووادي دجله هيواجه الجونه، والاسماعيلي كمان هيواجه فريق نادي ناصر الفكريه، والمقاولين هيواجه فريق غزل المحله اسمه حمل الالومنيوم، والاتحاد السكندري امام نادي بورتو بالسويس. دي مباريات او نتائج كره مباريات كأس مصر. طيب خلينا نروح سريعا لأحد الصحفيين المميزين جدا، وهو أحمد عبد الباسط، واللي بيغطي دايما اتحاد الكرة وكل الأخبار. يا أحمد مساء الفل عليك.
مساء الفل يا امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، مبسوط ان انا في اول مداخله معاك، ويا رب ان شاء الله تكون متالق دايما. ربنا يخليك يا احمد، ربنا يخليك. طيب في البدايه عايز اتكلم معاك عن قرعه بطوله كاس مصر وكواليسها، والامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه للقرعه دي؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه الكواليس القرعه اهمها ان كان في توجيه بس هو في موضوع الاهلي وموضوع الزمالك، ان الاهلي معاه باقي ال 15 فريق من 1 ل 16 دول ما كانوا بحيث ان هم يتقابلوا لحد الدور النهائي، ما يقابلش الاهلي الزمالك في اي ادوار متقدمه. في نفس الوقت برضو انه القرعه لما اتعملت من الحاج عامر حسين، خليني اقول لك ان الدوري مضغوط جدا بالنسبه له، ده مأثر عليه في مباراه الكاس. هو عايز يلعب يوم 9 ويوم 10، ولكن يعني خليني اقول لك المباريات هتبقى اشبه بسهله، في مباريات شبه محسومه، في مباريات ما فيش كبير في الكوره طبعا لو احنا اتكلمنا من الناحيه الفنيه اللي لها ناس متخصصين فيها، ولكن ان الاهلي مثلا ماتشاته هنقول انها هيبقى مع الترسانه، معظم الماتشات مع انديه قسم ثاني، فبالتالي شيء دور ال 30 شبه محسوم، ما بقاش فيه الحماس اللي هو موجود في الادوار اللي بعد كده. الاهم من كده انه اتحاد الكوره، بس يبقى ان كاس مصر فيه مفاجات برضو يا احمد. دايما بيبقى فيه مفاجات، ولكن الموضوع في الحته دي برضو يا امير يعني ما خلاص الانديه بقت تركز جدا. يعني احنا عارفين طبعا في انديه طلعت من الادوار اللي فاتت، لكن انه يبقى مفاجات زي ايام زمان ما عادش بيحصل قوي، خصوصا في مصر. انت شايف الكوره الفرق عادة بتبقى متحمسه، ما ينفعش الاهلي يخسر، ما ينفعش الزمالك يخسر، ما ينفعش الاسماعيلي، عشان جماهيرهم والكلام ده، فهو في تحفز وتحمس اكتر. فده بيصعب ان يبقى في مفاجات في الانديه اللي انا بقول لك عليها دي، بس ممكن الاقي في حاجه ثانيه في الاتحاد في ده ما فيش فيه مشكله. الاهم من كده بقول لك برضو انه الشركه الراعيه لاتحاد الكوره، ودي بطوله خاصه مملوكه لاتحاد الكوره، فبالتالي هذه البطوله المملوكه لاتحاد الكوره بينمو ان هم يرفعوا الجائزه بتاعتها بحيث ان هم يعلوا قيمه المنتج دوت. عايزين يعملوا تصميم جديد للكاس من الموسم ده؟ يعني هم عايزين بيكلموا شركه مش مصريه ان هي تعمل تصميم جديد للكاس، مع ان هم يعلوا القيمه بتاعه المكافآت الخاصه بكاس مصر. اعتقد ان الحاجات دي كلها يعني لسه ما اتقالتش، وفي نفس الوقت هم عايزين يعملوا دوت عشان يطوروا منتج كاس مصر. البطوله عندنا بيبصوا لها ان هي ضعيفه، مع الاهم من ده كله يا امير ان هم مخطط موضوع الجماهير عايزين يعملوه بطريقه زياده بقى عن الدوري. يعني انا ارجع الجمهور، ما يبقاش زي الدوري بالظبط ان انا ادخل مثلا 3000 زودوا العدد شويه، عايزين نزود العدد، عايزين يبقى فيه روح من المنافسات. عايزين معظم المباريات زي ما بقول لك هتبقى يعني مش صعبه نسبيا، ولكن ده الامور الخاصه كلها في كاس مصر ودور ال 32، يعني عشان خاطر ان هو مش بس بيشمل انديه الدوري الممتاز، بل بيشمل قسم اول وقسم ثاني، فده برضه بيقلل المباريات نسبيا شويه. مش طيب استاذ احمد، عايز اسالك برضو عن المنتخب واستعداداته لمباراتي فريق سويسلاند، الامور ماشيه ازاي بالنسبه للاستعدادات بالنسبه لمنتخب مصر؟ وانا عارف ان انت اكيد عندك كل الكواليس كالعاده بالنسبه للمنتخب، وقول لي كمان هل ميعاد السفر لسويسلاند بعد المباراه الاولى اللي هتكون يوم 12 اتحدد بشكل نهائي ولا لا؟ طيب هم لسه لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما اتحسمش موضوع الطياره الخاصه، في عليه مشاكل كتير جدا، ولكن يعني هم ايه المشاكل؟ طيب انا عايز اعرف ايه المشاكل، يعني ايه المشكله لما يكون منتخب عنده طياره؟ الفلوس. انا شايف يعني بيتكلموا في الفلوس، انا شايف ان احنا كاتحاد كره مصري انت عندك رعاه من ضمن الرعاه احدى شركات الطيران، تمام. فبالتالي طيب ما شركه الطيران تتحمل الموضوع. الموضوع على فكره التكلفه الفرق بتاعها لما انا اصفر 40 واحد او 45 واحد بس رسميه ذهاب وعوده امير، الكلام ده بيكلفني دولارات كتير جدا. لما انا اخد الطياره، انا كنت بتكلم مع حد قال ان الطياره بتقف من 120 ل 150 الف دولار، طب ما يبقى في دعم من اتحاد الكوره على وزاره الشباب والرياضه، لو بتسفر البعثه بس ال 45 واحد بتوصل 75 الف دولار، الفرق مش كبير في مقابل ان انت هتشتري راحه لعيبتك، خصوصا ان انت هتلعب ماتش يوم 12 مسافر عشان تلعب ماتش يوم 16. في معادين للسفر يا امير، الميعاد الاول ان انت بطيران عادي وده هيبقى عندك ترانزيت، فبالنسبه لو هتسافر طيران عادي هتسافر بعد الماتش مباشره، وده طبعا حلني بقى في المشاكل والاجهاد والحاجات اللي هتحصل للعيبه. لو هتسافر بطيران خاص هتسافر يوم 13، هتوصل تتدرب، هتوصل اول تدريبه ليك هتبقى 14 وتدريبه يوم 15 وعلى المباراه مباشره يوم 16، خصوصا انه الامر برده هنا بيتعلق بحاله اللعيبه، لان في لعيبه كلها جايه من سفر، يعني جايه من سفر، معظم المنتخب 12 لعيب محترف، ال 12 لعيب محترف جايين من سفر على سفر تاني، فالموضوع هيبقى مرهق. اعتقد ان هو موضوع الطياره الخاصه هيتحسم النهارده بنسبه كبيره او بكره. ده بالنسبه للنواحي الاداريه. النواحي الفنيه طبعا الاختيارات بتاعت اجيري مش هنعترض عليها او مش هنتكلم عليها، ولكن في بعض علامات الاستفهام، ومش عشان بتكلم في قناه الاهلي او بتكلم في اي مكان، البعض بيتكلم انه ازاي وليد سليمان مش موجود طبعاً. من الكواليس اللي اعرفها انه استبعاد احمد فتحي واستبعاد وليد سليمان
نابع من الراجل اللي عامل السن ان هو عايز يطلع ناس جديده، ولكن انت طالما هو الموضوع نابع من عامل السن انا وجهه نظري المختلفه تماما، يعني انا اخد الراجل استغله طالما هو فايق عندي في الحته دي، وخصوصا ان انا مقبل على بطوله الامم الافريقيه مش هيكون عندهم 90 سنه يعني ساعتها، يعني السنه الجايه على طول بطوله افريقيا، انت محتاج اثنين بخبرات كبيره زي وليد سليمان واحمد فتحي، واكيد عندك عناصر شباب كتيره جدا في المنتخب محتاجين لعيبه خبره معايا يعني. وبعدين انا لما محمد صلاح وقع مني في كاس العالم امير انا كنت الدنيا كلها بتلف ما كانش ليه بديل، وحتى الناس اللي كنا بنلعبهم مكان محمد صلاح كنا بنلصم الموضوع مش بالزبط. موضوع حل جذري، فبالتالي وليد سليمان لعيب بتستغله في الثلاث اماكن اللي تحت راس الحربه، يعني انت دلوقتي لما تستغله في الثلاث اماكن دول بالزبط. تعرف تستفاد، تعرف يبقى عندك حلول كتيره، خصوصا ان لو لقينا معظم اللعيبه في الحته دي انت اصلا واخدهم هم ما بيلعبوش دايما هم قاعدين احتياطي، فبالتالي وليد سليمان احق ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، ولكن عندنا برضه يوسف اوباما من الزمالك كان المفروض برضه يوسف اوباما لعيب مميز طبعا لعيب مميز طبعا طب احنا محمود علاء ومحمود علاء لعيب كويس جدا برضه، انت عندك دلوقتي محمود علاء الراجل هداف الدوري، انت باصص للموضوع واخد السيرد باك اللي بيلعب معاه، هل انت ليك وجهات نظر مختلفه؟ عندك اسلام جابر خدته من الداخليه وبعدين استبعدته، طب خدته في ايه واستبعدته في ايه يعني؟ طيب عامه يا احمد اكيد نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني والمنتخب في المرحله الجايه، بس امير اقولها لك انه بالنسبه لحراسه المرمى هو كابتن ناجي ضم 4 حراس مرمى، معلوماتي يعني ان هو هيلعب اول مباراه بالثلاث حراس اللي موجودين معاه محمد الشناوي وهيبقى حارس اساسي طبعا، ومعاه محمد عواد وجنش، واول مباراه مش هيسافر بقى الحارس الرابع، هيستبعد جنش ابو جبل بعد المباراه الاولى مباشره يعني مش هيسافر معاه. طيب تمام احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا كان معنا الناقد الرياضي والصحفي المعروف احمد عبد الباسط، واتكلم معانا في العديد من الامور بتخص منتخب مصر وكمان قرعه بطوله كاس مصر واللي اتعملت مؤخرا، لكن طبعا كانت مداخله هامه جدا. طيب خلينا قبل ما نكمل فقراتنا في برنامج كلام في الميديا النهارده نروح فاصل سريع ونرجع مره ثانيه. يلا نروح نشوف أهم الأخبار على السوشيال ميديا. هنبتدي فقرة السوشيال ميديا بحسين السيد لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي واللي نشر صورة على انستجرام من عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب يا حسين، وكتب الإخوة والصداقة والمحبة، الإخوة والصداقة والمحبة وصفاء النفوس في بعض الأشخاص وطن. أما إسلام شاطر نجم الأهلي فكتب على صفحته على تويتر هو لو ميسي ما كانش لعب كورة كان زماننا قاعدين بنتفرج على مين جامد قوي بصراحة، وفعلا ميسي لعب أسطوري. وعالميا نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر صورة النجم الأرجنتيني ميسي اللي ساهم في فوز برشلونة الكبير امبارح على توتنهام 4-2، وكتبت صفحة الفيفا ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 105 في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة تساوى مع رصيد أكثر لاعب سجل أهدافا لنفس النادي كريستيانو رونالدو واللي أحرز 105 هدف أيضا لريال مدريد، دايما المنافسة ما بينهم هتفضل مستمرة. طيب ونشرت صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك صورة لميسي وهو بيحتفل بهدفه في شباك توتنهام على طريقة ديلي ألي، وكتبت ميسي يعلم سبيرز كيف يعلم سبيرز كيف تنفذ. أما صفحة ليج على تويتر فنشرت صورة لميسي ووصفته بمدمر ويمبلي. ونشر لويس سواريز لاعب برشلونة صورة من المباراة على صفحته على تويتر وكتب فخور بهذا الفريق دائما محتاجين ودائما متحدين وإيجابيين، 3 نقاط في غاية الأهمية، عمل جماعي عظيم. أما تير تشيجن حارس مرمى الفريق الكتالوني نشر صورة لي في المباراة على صفحته على فيسبوك وكتب مجهود عظيم من الفريق في لندن الليلة. كمان كتب راكيتيتش اللي احرز الهدف الثاني، هدف كان رائع جدا بصراحه لبرشلونه، كتب على صفحته على تويتر يا لها من مباراه مجهود عظيم من الفريق. كمان كتب سيرجي روبرتو على تويتر انتصار جيد للفريق، وكتب كارلوس بويول لاعب برشلونه السابق على تويتر ميسي الكبير الفريق الكبير. اما هاري كين نجم توتنهام اللي احرز هدف رائع بصراحه امبارح فكتب على صفحته على انستجرام حزين على النتيجه لكن فخور بالاداء، سوف نتعلم من تلك المباراه، امامنا مباراتين كبيرتين مع اندهوفن في المجموعه. ونروح دلوقتي للفرنسي انطوان جريزمان احد نجوم اتلتيكو مدريد ويتالق امبارح بشكل كبير جدا، ونشر صوره ليه على صفحته على الانستجرام من ماتش امبارح مع كلوب بروج البلجيكي واللي احرز فيها جريزمان هدفين، وكتب
الثلاث نقاط تبقى في واندا هذه الليله. اما البرازيلي نيمار وبصراحه جاب ثلاث اهداف امبارح هاتريك وكان عامل مباراه كبيره جدا، لاعب باريس سان جيرمان فنشر صور على انستغرام وكتب الى الله كل الشرف وكل المجد، لاعب كبير جدا نيمار. ده طبعا بعد فوز باريس سان جيرمان الكبير على فريق ريد ستار بلغراد السربي 6-1. نشر كيليان امبابي صوره على انستغرام من الماتش وكتب انتصار 6-1. فريق كبير بصراحة فريق باريس سان جيرمان وعنده العديد والعديد من اللاعبين، أعتقد الموسم ده هيكونوا مهيئين بشكل كبير جدا للمنافسة على البطولة، بس مش إن هم يروحوا للأدوار البعيدة لكن ممكن يكونوا مرشحين بقوة إن هم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا، وده حلمهم الأساسي اللي بيشتغلوا عليه بقالهم فترة. طيب نروح دلوقتي لفاصل، بعد الفاصل هيكون معانا الناقد الرياضي الكبير أستاذ عبد المنعم فهمي عشان نتكلم في العديد من الأمور اللي بتخص النادي الأهلي وأيضا اللي بتخص الكرة المصرية بشكل عام بعد الفاصل. لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بينضم لي في هذه اللحظات استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، عامل ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ موفق ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. نبتدي كلامنا كالعاده بالنادي الاهلي والمباراه الاخيره امام فريق فاكس ضيف وفوز الفريق بنتيجه 2-0. رؤيتك للمباراه، رؤيتك للنتيجه، لاداء الفريق، وخصوصا ان احنا في مرحله هامة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي كان مقنع جدا في الشوط الأول. مقنع. جدا وكان مقنع أداء ونتيجة. تمام. النتيجة جيدة جدا لما تخرج 2-0 في مباراة في حجم وفاق سطيف الجزائري، في حجم مباراة نصف النهائي والضغوط وعدم وجود جماهير بفعل فاعل، عدم يعني وجود بعض العناصر المفيدة. بفعل فعل ازاي يعني؟ بفعل فعل انك انت، احنا متعودناش من الاتحاد الافريقي ان يتبعت جوابات بالليل يعني. مباراة تاني يوم مفيش، انت بتكون في معسكر تفاجأ بليلة المباراة ان في لاعب عندك موقوف. طبعا دي يعني انت موقوف لسه اكتشفت ايقافه في ظرف يعني الساعات الاخيره المباراه. لا وهو دي كان سلبيه كبيره، كمان في المباراه اللي قبليها. دي سلبيه كبيره جدا. سيبك من دي، انا بتكلم يعني موجود مش موجود، انت تبعت جواب ليله المباراه ان هذا الحارس موقوف، او في قبل ساعات قليله المباراه ان هذا الحارس موقوف. دي سلبيه ما تعودناش عليها الاتحاد الافريقي. ونفس القصه حصلت مع الجماهير. يعني تحس برضو انك انت حاجات، انا بقول بفعل فاعل لان القرارات اللي بتحصل في اللحظات الاخيره اللي انت ما تقدرش ترد عليها دي بتبقى فعل فاعل. حتى لو لم تكن متعمدا انك تعملها، لكن انت بتدي الانطباع بان ما حدث هو بفعل فاعل وترتيب محكم. هتحلها ازاي؟ انت بالليل هيبقى عندك الحارس الثالث، الحارس الثالث، خلي بالك الحاجات دي فيها استعداد نفسي. طبعا نفسي. شريف اكرامي مستعد انه يلعب احتياطي او الحارس الثاني لا قدر الله. محمد الشناوي نفس القصه. علي لطفي بيكون بيقول لك لا انا في اثنين موجودين. فبمره واحده يلاقي نفسه، واللاعبين بيهيئوا نفسهم نفسيا بالزبط قبل المباريات الكبيره زي دي. بالظبط. الجمهور، الجماهير، القضيه مهمه جدا. جماهير الاهلي، نرجع نتكلم عن النادي الاهلي بس انا هكمل معاك في القضيه دي. اتفضل. يعني انت بتبلغ دلوقتي كاتحاد افريقي، بتبلغ النادي الاهلي قبل المباراه باقل من 24 ساعه، باقل من 24 ساعه بان في حارس موقوف. دي رقم واحد. رقم اثنين، الساعه 4:30 بالتحديد قبل المباراه بيوم، 4:30 تم ابلاغ النادي الاهلي ان المباراه هتكون بالاعضاء فقط. يعني حتى ما عندكش وقت. انا بعتبرها بدون جماهير. ايوه، بدون جماهير. بس انت ما عندكش وقت حتى ان انت تخلي الاعضاء حتى يروحوا يحضروا المباراه من الملعب. هل انت شايف ان ده مقصود وده من خلال كلامك؟ أنا قلت لك وجاوبتك، قلت لك حتى لو كان هو مش مقصود لكن توقيته صعب. يعني بيخلي فيه إيه يعني، الدماغ تروح كده لأماكن بعيدة. أنا ما عنديش معلومة إنها متعمدة، لكن اللي بيحصل، اللي حصل ده يخليني أقول إنه إن حاجات مدبرة بليل زي ما بيقولوا. لأنك أنت لو عندك النية
انك انت توقف حارس مرمى من ما توقفه من فتره كبيره، ما فيش اي مشكله خالص. محمد الشناوي موجود، علي لطفي موجود، والاهلي يعني الاهلي بمن حضر في كل المراكز بالضبط. ومنهم حراسه المرمى بالضبط. فبالتالي يعني كون ويتاخر لهذا التوقيت انا اراه يعني مع الاسف الشديد جانب الاتحاد الافريقي الصواب في هذا الموضوع. نمره 2 برضه الامن والتدخل في طبعا الحاجات دي احنا ما بنقدرش نتدخل في موضوع الامن ده، اللي طبعا دي حاجات هم ادرى بها وكل حاجه، لكن في النهايه انت بتلوم القرار نفسه. القرار لماذا لم يتخذ منذ فتره؟ انت عندك المعلومه ان 10,000 يحضروا مباراه مش كده، وكان في سبيل لزيادتها، في سبيل كانت في مساحه، لكن تم الاقرار ان هم 10,000. ليه قبلها ب 24 ساعه اقول ما فيش جماهير؟ بعد بقى الجماهير اتحضرت، واللي رايح التذكره فرحان ورايح هيشوف طبعا النادي الاهلي ومباراه مهمه زي ديت، اللعيبه نفسها محضره نفسها انها هتلعب قدام جمهور طبعا. المنافس نفسه محضر نفسه قدام زئير يعني 10,000 بالنسبه للنادي الاهلي، انا شايفهم يعني يوصلوا يعني زئيرهم وحبهم تشجيعهم للنادي الاهلي. بس في حاجه للامانه الشديده برضو لازم اقول من منبر النادي الاهلي المحترم اني انا ضد اي هتافات ضد اي شخص. شجع فرقتك، شجع لعبتك، شجع كل حاجه. على فكره الناس فاهمه ان انا لما اجي اشتم فلان ولا اشتم علان مش معنى ده اني انا يعني هاخد بونط عليه، لا، انت خد بونط بتشجيع فرقتك، حمس فرقتك، شجع فرقتك، ده اللي هيخليك انت تكسب النتيجه الكويسه. طب ما هو النتيجه الهتاف اللي مش سليمه هو حصلت بعض الجزاءات بالنسبه للنادي الاهلي ملهاش لازمه بالظبط كده. انا طيب بتمنى ان الجماهير تركز نفسها، تركز مع فرقتها، وتركز مع فرقتها افيد ليها من شتيمه الغير. طيب خلينا قبل ما نكمل كلامنا في جزئيه مباراه الاهلي وفوكس تيف مستمرين في هذا الموضوع وهذه المباراه بالتحديد، لكن من الجزائر كمان هنروح ناخد على الهاتف الاستاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه. استاذ سمير برحب بك. اهلا بك اخي امير، تحيه الى ضيفك الكبير والى الكريم والى كل مشاهدي قناتي. اهلا بحضرتك. طيب عايزين نتكلم طبعا عن ردود الافعال الجزائريه وجمهور فوكس تيف وايضا الاعلام والصحافه الجزائريه عقب مباراه الذهاب ما بين الاهلي وفوكس تيف واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0. بطبيعه الحال يعني نتيجه 2-0 في كره القدم هي نتيجه تبقى خطيره على الفريق الذي انهزم بها يعني في رد الفعل في الجزائر. هناك نوع من التخوف من هذه النتيجه يعني خاصه لما تكون امام المسجل هذه النتيجه هو فريق الاهلي المصري، الفريق الذي يعرف تعامل مع مثل هذه النتائج. كان هناك نوع من الاستياء على مردود فريق وتخطي في الشوط الاول من المباراه خاصه. كان هناك نوع من التفاؤل إمكانية العودة في مباراة الإياب بالنظر إلى يمكن القول 44 دقيقة الثانية التي لعبها وفاق في الشوط الثاني طبعا. مع الإجماع أنه النادي الأهلي قد يندم على الفرص التي أضاعها في آخر 5 دقائق من المباراة حين أتيح له كم يعني هائل في آخر 5 دقائق من المباراة، لم يتح له حتى في 85 دقيقة بأكملها. عموما يعني فيه أمل في تحفظ بالنسبه لمباراه العوده. طيب استاذ سمير عايز اسالك بالتحديد عن مباراه العوده والفرص بالنسبه للشارع الجزائري اللي شايفينها لفريق وفاقس ستيف في مباراه الاياب، شايفينها ازاي؟ والله كما قلت لك يعني نادي وفاق الصيف يعني متعود هو دوما كل من الصدف انه مباراتين بين وفاق الصيف والاهلي في السابق كله انتهت سنه 1988 بركله الترجيح، وانتهت في السوبر الافريقي في 2015 بركله الترجيح. الكل الان يبحث يعني عن سيناريو رد الهدفين بطريقه القول لا اثنين بدون ثالثه للذهاب الى على الاقل الى ركلات الترجيح، خاصه يعني انهم فيها جزئيه يتفاءلون بها ان مباراه الاياب ستجرى يوم 23 من الشهر الاخر، وده نفس اليوم اللي كان في موسم 88 هم متفائلين بالجزئيه دي يعني بالضبط في الملعب نفسه نفس الملعب هم متفائلين بامكانيه تسجيل النتيجه في نفس ذلك اليوم. طيب بالنسبه للملعب كان في كلام كتير خلال ال 24 ساعه الماضيه ان فريق وفاق ستيف هيختار ملعب اكبر هناك في الجزائر عشان يدي فرصه اكبر لحدود عدد ضخم من جمهور وفاق ستيف. هل تم خلاص الاستقرار بشكل نهائي على الملعب اللي هيستضيف المباراه الاياب ما بين الاهلي وفاق ستيف؟ لا، هي هذه عباره يعني عباره عن اشاعات يعني لا اساس لها.
فريق صحفيه له ملعبه هو ملعب 8 مايو طيب. يعني ملعب كما قلنا سبقا تحدثنا في 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 فال سابق يلعب يتعلي 16000 متفرج طيب. وتقصي بالتاكيد إن اراد ان يختار ملعب اخر فهو يعاقب انصاره لانه اقرب ملعب كبير هو يوجد على مسافه 300 كيلومتر يعني ملعب 300 كيلومتر يعني كيف اعاقب انصاري بالتنقل 300 كيلومتر بعيد عن مدينه سبيت. المباراه يعني بشكل رسمي ستحتضن يعني سيحتضنها ملعب 8 مايو بسبيت يوم 23. لا مجال كان للتفكير في تغيير مكان لهذه المباراه. بالتاكيد فريق الاهلي المصري فريق مرحب به وبجماهيره في ملعب 8 مايو. شيء لم نتحدث عنه يعني في هذه وهو انه فريق تقصيت يعني حظي بالمعامله اللازمه من فريق الاهلي تمام. الجماهير على قمتها وهذا ما نتاسف عليه يعني في منتهى الذوق مع نادي تقصيت لم يسمع اي من افراد نادي تقصيت او طيله المباراه اي كلمه خارجه عن الاداب رغم قله الجماهير. يعني نشكر اداره الاهلي وجماهير الاهلي على قمتها التي كانت حاضره في المباراه. ان شاء الله ستجرى مباراه في مدينه سبيس بنفس الاجواء التي جرت فيها مباراه اتحاد العاصمه والنادي المصري التي احتضنها نفس الملعب منذ تقريبا حوالي اسبوع او 10 ايام. اذا يعني كما قلت المباراه ستلعب في ملعب 8 يوليو يوم 23 في الساعه 9 بالتوقيت المصري، 8 بالتوقيت الجزائري، يعني نفس توقيت مباراه الذهاب. طيب الاسباب اللي ادت الى ظهور فريق اوفاق سطيف في الشوط الاول بالاداء ده واللي ادى لتقدم النادي الاهلي بهدفين من وجهه نظر الصحافه الجزائريه شايفين الاسباب ايه؟ هل هي من الناحيه الفنيه؟ هل الامور خصوصا مباراه نصف نهائي امام نادي كبير زي النادي الاهلي ممكن تكون اثرت شويه على اللاعبين في الشوط الاول بالتحديد؟ وبعدين احنا شفنا في الشوط الثاني كمان فريق اوفاق سطيف افضل شويه، شايف الاسباب في تدني الاداء في الشوط الاول بالنسبه لاوفاق سطيف ازاي؟ وثقت فيه يعني نقطة ضعفه في مباراة الذهاب لو تلاحظون كانت عبارة عن الظهير الأيسر، يعني نقطة قوة الأهلي كانت الجهة اليمنى من هجومه وخاصة بتألق حمودي. ممكن شيء يعني أنه فريق الصيف نظرا لقلة يعني وعدم وجود خيارات كثيرة يعني تقلص قائمته الإفريقية إلى 15 لاعب فقط، كان محتم عليه إشراك ظهيرين بإفاقة خاصة أن الظهير الأيسر هواري فرحاني الذي لعب مصابا. هذا الشيء يعني استغلوا الفريق النادي الاهلي وكانت نقطة قوته يعني تقريبا كل فتحات حمودي كانت عبارة عن توزيعات خطيرة. اكيد يعني ايضا خطأ المدافع المحوري في الهدف الثاني يعني وهو واحد من افضل المدافعين في الجزائر عبد القادر بدران كما يقال غلطة الشاطر بمليون. ممكن في الشوط الثاني تحسنت الاحوال افضل لما اعتمد المدرب على اقحام الملعب اسلام بكير الذي يعني منح نوع من الاضافة الهجومية. فريقه في الشوط الاول ممكن اربكته فتحات حمودي اكثر يعني دفع زعزعت الدفاع اكثر من شيء اخر. في الشوط الثاني كانت اموره افضل لو انه في اخر خمس دقائق لا احد يفهم ماذا حصل في اخر خمس دقائق من المباراه، يعني لانه وفاق الصيف كان غائب تماما في اخر خمس دقائق لو تلاحظ كان بامكان فرص كانت عديده للنادي الاهلي تسجيل الهدف الثالث والرابع ممكن في تلك الفترات. هذا الشيء نظل انهيار بدني ولا ادري يعني ما اسببه، ولكن على العموم يعني على العموم عدم تسجيل الاهلي لهدف ثالث ممكن جدا ان يندم عليه في مباراه العودة. ان شاء الله الاهلي مش هيندم عليه ولا حاجه، بس توقعاتك للمتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ بطبيعة الحال يعني من حقك أن تفوز وهذا بكل روح رياضية من حقك أن تناصر الأهلي من حقنا أن نطمح في العودة أكيد. بالتأكيد أننا سنكون إن تأهل الأهلي في صافرة الحكم الجنوب الإفريقي سنكون أولا مهنئين له أكيد. أننا لم نستسلم قبل هذه الصافرة من حقنا أن ندافع وإن كان الأهلي هو طرف المباراة النهائية سنكون مشجعين أكيد طبعا لأنه نادي كبير ويستحق منا كل الاحترام والتقدير. تمام استاذ مباراة العودة كما قلت أراها تلعب أكثر في الشوط الأول، النادي حاول تقصير في تسجيل هدف مع حماس جماهيره مع أرضية اصطناعية مع الأجواء العادية يعني في ملعب 8 مايو ممكن هذا الحماس ينعكس إيجابا على وفاق الصيف. إن نجح الأهلي في المباخرة في مثل هذه المباريات بالتأكيد أن المباراة سيكون لها سيناريو آخر لأن الوفاق هنا سيكون مطالب بأربع أهداف والمهمة ستكون مستحيلة لأنه ليس الأهلي الذي تطمح في أن تسجل عليه أربعة أهداف. تمام استاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه بشكرك شكرا جزيلا
اتكلم معانا في العديد من الامور الخاصه بمباراه الاهلي وفوكس تيف، سواء مباراه الذهاب او كمان التحضيرات لمباراه العوده. ارجع لضيفي العزيز استاذ عبد المنعم فهمي. بالمناسبه هم يعني في عام 88 النادي الاهلي في مباراه الذهاب فاز 2-0 هنا في القاهره، مباراه الاياب خسر 2-0 وخرج ضربات جزاء، كان يوم 23 اكتوبر برضو على فكره، هم متفائلين بالتاريخ ده. بس بتقول العكس، تذكر معايا كده المباراه الاولانيه كانت هناك. لا الاولانيه كانت هنا، الاهلي فاز 2-0 هناك. الاهلي خسر 2-0 ربيع ياسين وعلاء مهيوب جاب الجول في الاول وربيع ياسين. بس مش عارف، انا ذاكرتي بتقول ان الماتش الاولاني كان هناك والثاني كان هنا. لا ما فيش مشكله، وضربات جزاء هناك عوامل السن بقى. طبعا متفائلين هم قوي بالموضوع ده، ما هم كمان كسبوا الاهلي في السوبر بدرجات الترجيح برضه، فده 15. بس بص يعني انا ممكن تكون مصدر تفاؤل، بيبقى طاقه ايجابيه بالنسبه للعيبه، لكن دي مش كل حاجه في كره القدم يعني. انا شايف ان الاهلي اجهز، الاهلي افضل، الاهلي عنده كل الامكانات المتاحه اللي تخليه يتغلب على وفاقس طيف. وفاقس طيف انا شايفت له في المباراه سلبيات كتيره جدا، منها التنظيم الدفاعي غير جيد، وعندهم لعيبه يعني عبد المؤمن جابه هو الوحيد اللي كنت شايفه مميز، من عامل شغل كويس بس برضه ما كانش في مستواه. كلام الزميل اللي قاله برضه في يعني انا ممكن مش هعلق عليه بس اخد منه نقاط مهمه، وهي ان النادي الاهلي هو الذي اعطى الفرصه لوفاق سطيف في الشوط الثاني ان يظهر بهذا الشكل، لان الاهلي تراجع بدنيا وتراجع فنيا، في بدليل انه في اخر خمس دقائق عندما شعر بانه يستطيع ان يحرز هدف فعمل ايه؟ كثف من هجومه واضاع وليد ازارو يعني هدفين، وفي هدف اتلغى انا شايف الهدف صحيح، هدف صحيح يعني ممكن نتيجه تخلص 4-5-0. ده تخلص منه انت بملخص للمباراه ان الاهلي معاه 2-0 معاه رايح هناك قدام يعني انا شايف ان انا شفت ماتش المصري مع اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه كان بيلعب ممكن طبعا بره مش 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 ملعبه لما ملعب سطيف طبعا، فكان التشجيع كان مثالي يعني، حتى اللي كان حسام حسن كان خايف منه ما حصلش في هذه المباراه. ده نطلع بيه نقول ان الجماهير هتساند فرقتها بالشكل، مش عارف ده توقعت ان بالشكل المحترم واللائق. الملعب ضيق شويه، الملعب ترتان طبعا نجيل صناعي، ده ممكن يسبب ازمات لبعض لعيبه الاهلي، بس ممكن النادي الاهلي يستطيع من خلال تضييق المساحات الاهلي يجيد في هذه الملاعب انه يخطف هدف مبكر، ده اللي هيقضي على كل امال الفريق الجزائري. الفريق الجزائري زي ما حضرتك بتقول وزي ما هو بيقول بيلعب على التاريخ، لا الاهلي بيلعب على الواقع، الاهلي عنده الامكانات الفنيه اللي تخليه يقدر يوصل لابعد من كده، لانه فريق متكامل يعني. هتقولي متكامل وعنده نقص في الصفوف، متكامل بعناصره الفنيه اللي بتعمل هارموني بينها وبين بعضها، متكامل في كل خطوطه، مفيش سلبيه لغياب اي حد، حتى اخر واحد علي معلول وغيابه انا شايفه برضه مش مؤثر. لا بس لعيب مهم، ما انا اقول لك ما انا هقول لك ليه مش مؤثر، مش بدر يعني مش مؤثر بالمعنى الذي اقصده، بالمعنى اللي بقوله ان هو اي حد هيكون في مكانه هيأدي نفس الشكل بس مش بنفس التاثير، ولكن لا يعني ما هو مش نفس التاثير الهجومي بالتحديد. بص يعني احنا لو قلنا ان اي لعيب بيأثر الاهلي كده هيبقى فيه مشكله، ليه؟ لان عندك غايب من الاهلي السنه دي عن البطوله اللي فاتت، عندك لعيبه كتيره جدا، عبد الله السعيد عندك، احسب معايا عماد متعب مش موجود، حسام غالي مش موجود، لعيبه كتيره جدا مش موجودين، سعد السمير مش موجود اهوت، لكن احمد حجاز لكن في النهايه الفريق الذي استطاع بدون هؤلاء ان يصل المباراه قبل النهائيه فده معناه ان هذا الفريق قادر على انه يظهر. معروف الاهلي بمن حضر تمام، يبقى يعني ما نقولش بقى ايه فلان هيأثر وفلان، لا مفيش مع الاهلي ليس هناك اي تاثير لاي لاعب مهما يكن من الامر، لان في النهايه الجماعيه هي التي تغلف اداء النادي الاهلي، وديك شايف وليد سليمان في ابهى حالاته برغم انه بيلعب بيتقال له يلعب في مركز 10 وما بيلعبش في مركز 10 يعني، شوف بس بيأدي بشكل على الورق في مركز 10 لكن ما بيلعبش في مركز 10، بتلاقيه برضه ناحيه اليمين وناحيه الشمال ومال المنطقه دي وعامل شغل كويس وافضل لعيب في النادي الاهلي، واخد حريه كبيره، واخد حريه كبيره لانه معاه نص الملعب كله بيتحرك فيه بحريه، وده يديك امل كبير انه وليد سليمان قادر على انه يقود الفريق بشكل للمباراه
النهاية، بس يكون في توفيق شوية لوليد أزارو، ويا ريت يتخلص من عيوبه الخطيرة اللي دايما دايما هو يعني بتحصل في المباريات المهمة والصعبة، المباراة النهائية يعني دي أزمة كبيرة بصراحة. وخلي بالك حضرتك برضو، انت اكيد هتفتكر وليد علي معلول نفس القصة، اصيب السنة اللي فاتت في نفس الموضوع، وليد أزارو كان بيضيع نفس القصة، وانت عندك مباراة يعني ايه الامور متشابهة. ولكن نتمنى الاهلي يثبت ان الحكاية مش بالتاريخ، الحكاية بالحالة الفنية والمعنوية اللي بيعيشها. تمام. طيب كنا بنتكلم على قضيه مهمه جدا، والعقوبات اللي كانت على النادي الاهلي قبل مباراه فريقه فاكستيف، وانت حضرتك بصراحه اتكلمت فيها يعني بشكل مفصل اكتر، وان ازاي يكون قبل 24 ساعه واقل كمان من المباراه يتم حرمان النادي الاهلي من جمهوره، ما يبقاش فيه فرصه للنادي الاهلي يقدر حتى يدعي اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء النادي الاهلي ان هم يحضروا المباراه. ايقاف كمان حارس مهم جدا حتى لو مش اساسي بالنسبه للنادي الاهلي. الامور دي كلها انت شايف ان هي متعمده لاعاقه النادي الاهلي عن مواصله مشواره في البطوله الافريقيه من وجهه نظرك؟ طب لو قلت لك مثلا موافق انها تكون متعمده، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي؟ لا مش هيفرق، لا ما فرقش، بس احنا بنحلل الموقف. بص يعني ما انت لو حللت الموقف برضو هتوصل لحاجات معينه هتتعبك وهتتعبني وهتتعب الناس كلها. بس ايه القطر بيتحط له بيتحط قدامه اي حاجه بس بيفضل بيفضل ماشي، ما بيهموش، بيفوت في الحيطان وفي في كل حاجه قدامه. ده النادي الاهلي، قطار الاهلي السريع. مش بمدح النادي الاهلي عشان في قناته، لكن الاهلي معودنا دايما ان هو تحط له عقبات. ما هو لو الاهلي لو كان قد تاثر بهذه العقبات لما فاز 2-0 طبعا. خلي بالك الفوز 2-0 الناس مش واخده بالها ان النتيجه كويسه جدا، بس كان ممكن ان تكون افضل لو كانت 3 ولو كانت 4، ممكن تكون اريح وافضل بالنسبه للاجواء اللي انت فيها، بالنسبه ان انت جيت مثلا ممكن تشارك اللعيبه، حتى اللعيبه اللي هي مش مجهزه التجهيز الكامل تشارك مباراه العوده، مفيش اي مشكله خالص. انما انت دلوقتي 2-0 برضو فيها امل الفريق الجزائري، مش مفيش طبعا، بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك. نخش في الحته الثانيه. بص انا زي ما قلت لك وباكد على كلامي، ان طالما انت تعمدت انك تحطيني في وقت الخانه الصعبه دي يبقى انت متعمد. متعمد بقى يعني تعرقلني، متعمد ما انا ما اعرفش الابعاد ايه بصراحه. انا ما عنديش الابعاد ان يخلي الاتحاد الافريقي يبعت في هذا التوقيت. هل وصلوا مثلا القرار متاخر؟ هل مثلا هل القرار بتاع الامن تاكد او تبين في اللحظات الاخيره انه وجود جماهير النادي الاهلي مثلا مقلق امنيا؟ ما هو مفيش حاجه اسمها مقلق امنيا. ما احنا ما هو انت عندك الناحيه الثانيه بورسعيد لعب المصري زودوا له، وصل الملعب كان مليان يعني. فانت برضو خلي بالك في لازم يكون عندك في تكافؤ في الفرص في او تكافؤ المعامله طبعًا. عندك فريق بيلعب قدام وسط جماهيره الكامله، جماهيره العاشقه. خلي بالك برضو مع الاحترام الكامل لجماهير اعضاء الجمعيه العموميه للاهلي او اعضاء النادي الاهلي، لكن برضو مشجعين بتوع النادي الاهلي اللي هم اللي عارفين بيشجعوا، لانه برضو خد بالك العضو برضو يروح هو واسرته يروح هو وابنه، ممكن مش متعود على التشجيع بيتفرج مجرد فرجه طبعاً. وطبعا مقارنه نفسه عايز الاهلي يكسب وبيفرح بكل هدف أكيد. لكن الجمهور اللي هو المتعود انه يروح المدرجات ده بقى ليه شكل تاني، ستايل تاني، شكل مختلف وزائره مختلف، واللعيبه عارفاهم وهم عارفين اللعيبه وعارفين ازاي الهرمون يحصل، ازاي احمس، امتى احمس، امتى اشجع الفرقه، امتى اهدى شويه، امتى ابطئ الريتم. الكلام ده مش موجود في الاعضاء، الاعضاء مش مشجعين محترفين، فده بقى اللي بيفرق معاك. وخلي بالك برضو انا زي ما قلت لك جماهير النادي الاهلي برغم قله عددها وقفت قدام القرارات دي، وقفت مع اللعيبه. والاهلي انا شايف ان هو من افضل الاشواط اللي عملها الشوط الاول، الشوط الاولاني حاصر وفاق سطيف في نصف ملعبه، والشوط الثاني زي ما قلت لحضرتك عامل اللياقه البدنيه وعامل التراجع، ما اعرفش ليه التراجع، ليه كان تراجع برضه غير مبرر، ولكن طبعا انا برجعه الى ضعف اللياقه البدنيه. وبرضه ممكن نتيجه 2-0 لكن مش عايز يجي فيها جون برضه بس برضه في حرص يعني في حرص. لكن برضه كنت شايف كارترون بره متضايق وزعلان، ان هو المفروض اللعيبه كانت تضغط اكتر من كده وتحاول نتيجه تحرز الهدف الثاني الثالث والرابع، وده طبعا اللي ازارو حرمنا منه مع الاسف الشديد. تمام. هو ازارو بس ما كانش موفق شويه في المباراه. لا هو مش موفق بقاله فتره يعني، خلي بالك بقاله كام ماتش بصراحه. ازارو انا شايف ان هو لعيب مهم جدا على فكره يعني. انا برضو مندهش يعني، ازارو لما كان بعيد المنتخب ما كانش في استدعاءات، كان متالق للغايه، متالق جدا، ما كانش بيروحش دلوقتي مش متالق الفتره الاخيره وبياخده هو برضو رينار برضو عامل لنا لغز شويه معاه. هو خليني اقول لك معلومه. اتفضل. هو وليد ازارو قبل ما يجي النادي الاهلي برضه معلومه ممكن البعض ما يكونش عارفها، وانا سالت فيها وليد ازارو بنفسي يعني.
كان بيروح منتخب المغرب وهو كان في الدفاع الحسني الجديدي. ايوه ايوه معروف معروف. فقبل ما يجي النادي الاهلي لما كان في عرض من النادي الاهلي ضم وليد ازارو كان عنده بعض العروض من فرنسا، وكان في بالتحديد عرض من احد الانديه الفرنسيه كمان كان جايبه له او كان خده راي هيرفي رينارد وقال لهم انا هخلي الولد ان هو يروح فرنسا احسن. فرينارد اتكلم مع وليد ازارو وقال له انت عندك عرض من فرنسا وفريق مش كبير خالص في فرنسا يعني في مؤخره الجدول كمان. فازارو قال له لا انا بفضل ان انا اروح فريق كبير جدا زي النادي الاهلي في افريقيا وهيضيف لي كتير جدا وهقدر ان انا اتالق مع النادي الاهلي. الراجل كان في بعض المحاولات انه عملها مع وليد ازارو ان هو يغير وجهته ويروح فرنسا، لكن وليد ازارو تمسك جدا ان هو ينضم للنادي الاهلي. دي معلومه انا بقولها لكم بناء عليه. بعديها لو كلنا لاحظنا وليد ازارو ما كانش بينضم للمنتخب المغربي على حد معلوماتي، واللي انا عرفته ان كان بسبب يعني من ضمن الاسباب ان هو ما يروحش ان هو ما راحش فرنسا ان رينارد ما كانش بياخده. بس انت كده رينر انت بتلبس رينر في الحيطه كده ما راحش المغرب لان رينر برضو كده بناء على كلامك رينر هي احد الاسباب. احنا بنقول احد الاسباب مش بنقول السبب الرئيسي. ماشي ما هو انت برضو كده هو بيتعامل ما بيتعاملش بروفيشنال، ما بيتعاملش احتراف، ما بيتعاملش بمستوى، ما بيتعاملش ممكن يكون الراجل ليه وجهه نظر. وخليني اقول لك برضو ان المغرب عندهم مهاجمين كبار جدا متواجدين. ما فيش مشكله هو انت ايه لما مهاجم ثالث معاهم يبقى ايه المشكله؟ مهاجم رابع معاهم انا عارف ان في اثنين عندهم من افضل اللعيبه ليه ما يكونش ثالث معاهم؟ وازارو هداف الدوري المصري احد اقوى الدوريات المصريه وهداف افريقيا هداف افريقيا السنه اللي فاتت. طيب يبقى الامور كده يعني انت رينر لو سمعك هيعمل مداخله طبعا يرد على الكلام ده. لكن في النهايه يعني انا شايف انه وليد ازارو وبرغم يعني السلبيه اللي هي فيه دي لكن هو في النهايه برضو وجوده مهم جدا. الناس بتقول لك لا ادي فرصه لحد تاني. لا وليد ازارو لعيب مهم قوي قوي مهم جدا. بس اهم حاجه انه انا السنه اللي فاتت على فكره لما ابتدت الدوري انا قلت هياخد هداف الدوري. الناس كلها كانت بتهاجمه في الوقت ده وهجمتنا انا يعني انت ما عندكش رؤيه بتقول كلامه خلاص. وفعلا خد هداف الدوري ان هو عنده اللعيب اللي بيروح على الجون ده بيضيع وبيضيع وهيجيب. وخلي بالك هو بيخلق نفسه فرص لانه برضو ترمي له كوره من ورا المدافعين هو بيروح يسبق ويجيبها. اي حد غيره تاني ما مش هيجيب الفرصه دي. فامكاناته الفنيه والبدنيه بتؤهله ان هو يخلق نفسه فرص كتير عشان كده بيضيع. طيب من وجهه نظرك شايف مين اللي كان نجم مباراه الاهلي وفاكو ستيف؟ يعني مين النجم الابرز؟ محتاجه سؤال يعني. وليد سليمان طبعا عامل مباراه رائعه وزي ما قلت لك ان هو في ناس تقول احمد حمودي في ناس تقول احمد فتحي. لا احمد بص احمد حمودي لاعب مع الاسف الشديد يعني ربنا اعطاله الفرصة انه يثبت ذاته مرة اخرى. لكن مع الاسف هو متمسك بالفرصة ولكن لا ما مسكهاش بايده واسنانه. يعني هو بس هو انا يعني شايفه بيتطور مع الماتشات يعني ابتدى يلعب اساسي. مش ده احمد حمودي حضرتك اللي كان احمد حمودي بتاع سموحه وبازل ولما راح الزمالك برضه ولما راح الباطن ولما راح لكن خليني اقول لك يا استاذ عبد المنعم برضه خلال الماتشين سواء فريق الحرية كوناكري الهدف الاول كان ليه دور كبير جدا فيه. الراجل عمل اسيست رائع. الماتش اللي فات كمان في كورة جت جون كانت اوف سايد كان هو اللي عاملها. الجون الاولاني للنادي الاهلي امام فوكس ستيف كان حمودي اللي ساهم فيه بشكل كبير جدا. وواضح كمان ان مستر باتريس كارتيرو معتمد عليه ومقتنع بيه. واعتقد خلال المباريات وتوالي المباريات لاحمد حمودي وازدياد الثقه عنده هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. والله انا 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 يعني متحفظ على مستواه يعني بالاحترام الكامل لكلام حضرتك لانه انا لو في مكانه فرصه موجوده وبلعب اساسي من بدايه المباراه لازم اعمل لنفسي اكل النجيله مهما يكن من الامر اكل النجيله واقدم لانه انا شايف برضو الماتش اللي فات هو الهدف والهدف الملغي لكن بعد كده تم تغييره بيتم تغييره دايما يعني هو مش ما بيكملش المباريات كلها طبعا هو بدنيا واقع لكن في النهايه ممكن برضو مع متوالي المباريات واقع شويه ممكن مع بدايه مع باقي متوالي المباريات والثقه في النفس. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه استاذ عبد المنعم برضو ممكن تتفق معايا فيها ان انا دلوقتي لعيب مثلا موجود في النادي الاهلي قعدت سنه ما بلعبش كوره مش ده هياثر عليا سواء بدنيا او فنيا؟ كان وجهه نظر كابتن حسام بدري ده سنه ونص كمان من السنه وكابتن حسام بدري هو اللي كان جايبه يعني طبعا مع احترامنا وتقديرنا الكبير للكابتن حسام بدري احد النجوم واحد المدربين اللي اثروا في مسيره النادي الاهلي لكن كان الكابتن حسام بدري هو طب انت مش مضطر انك انت كنت تأيد احمد حمود اللي نقص في الصفوف عندك؟ اوكي ماشي بس ده كان بناء عن تقرير فني من الجهاز الفني السابق. بص بص اقول لك على حاجه انا بقول برضو انا بحطها دايما عقيده قدامي لولا تالقك ولولا جهدك ما جلست على هذا الكرسي. وانا نفس القصه. اي واحد في مكانه اذا اراد ان يصل الى القمه فعليه ان ايه؟ ان يتعب ويجتهد. طب لو انا المدير بتاعي مش مديني فرصه
احاول اجتهد واثبت ذاتي ايه اللي قعدك سنه كامله؟ ما انت برضو ايه اللي قعدك سنه كامله ما بتلعبش؟ المدير الفني طب ما تشوف لك اعاره تخرج بره، تحاول تعمل اي حاجه، تحاول تشوف نفسك بره وتقدم ذاتك. ما هو نصر ماهر مثلا برغم برضه تحفظي على 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 انه ربنا مديله موهبه مديله فرصه وامكانيات لم يستوعبها بعد، استطاع انه يقنع النادي الاهلي باعادته مره اخرى واداله مكان مهم جدا رقم 10، لكن برضه هو لسه عشان لسه صغير في السن ما استوعبش الخبرات دي. لكن في النهايه انا 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 بلعب في النادي الاهلي في مكان مهم في النادي الاهلي في اساسي في النادي الاهلي، لابد ان اتشبث بفرصه وانا عندي الامكانيات احاول اخرج نفسي من 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 المستوى السيء، اتدرب زياده عن اللعيبه. ما هو الحاجات دي برضو بالنسبه للاعب مهمه طبعا. الجهاز الفني بيعمل اللي عليه لكن اللاعب عليه الدور الاكبر، انت عايز ايه؟ فهمني طبعا. حمودي لازم يشتغل على نفسه كويس، لازم يتدرب اكتر من كده. انا متفائل بصراحه بصعود مستوى حمودي في الفترات الجايه كمان، هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. الاهلي محتاج، هو محتاج يشتغل على نفسه اكتر ان شاء الله. هو اكيد مدرك كده يبقى اساسي يعني. وليد سليمان انت بتخرجه تقول ليه؟ عشان بدنيا برضه خلي بالك السن اللي بيقول لي عامل، لكن بتتمنى ما يخرجش بره ارض ايه الملعب بقالك ايه بقالك فتره. انت نفسي يبقى حمودي زي ايه ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله. السن بين الاثنين طب عامل ازاي لما تيجي تقارن ما بين الاثنين؟ ده 33 سنه وده 28 سنه. طيب ليه ده كده وليه ده كده؟ ما برضه المقارنه تديك الاجابه طبعا. الاجابه ان ده في دماغه ان هو يبقى وليد سليمان، حتى لو بغض النظر المنتخب ما خدوش، لكن في النهايه وليد سليمان الذي يقود النادي الاهلي وقياده طيب. النادي الاهلي في هذا التوقيت حاجه مش قليله. حضرتك قلت لي ان نجم المباراه وليد سليمان، هل شايف ان هو احد نجوم المباراه؟ لا ما هو فعلا نجم المباراه بصراحه، الراجل عمل مجهود اكبر. مباراه النجم احد نجوم المباراه؟ طبعا تمام. بصراحه. وهل انت شايف ان هو نجم الموسم حتى الان مع النادي الاهلي؟ بالظبط اكيد. بس ده اللي انا اكيد نجم الموسم، اكيد بيقدم مستويات ثابته، اكيد خلي بالك ده بيسجل وبيصنع وبيقود الفريق بروح عاليه جدا، وبيقود لعيبه وبيقود مجموعه من اللعيبه الصغار اللي حصل معاه زمان لما جه النادي الاهلي بيحصل معاه دلوقتي. ودي ده شيء جميل جدا ومركز يعني. هو من اللعيبه المركزين ما بتشوفوش لا نراه مثلا في وسائل اعلاميه كتير ولا تصريحات ولا في فيسبوك ولا مش عارف سوشيال ميديا، مركز. وخلي بالك ده اللي مخليه دايما في الصوره، وده اللي هيخلي وليد سليمان يعني هينضج اكتر واكتر. وخلي بالك ممكن ما يفرش مع السن، حتى لو شوط واحد يستفيد بيه النادي الاهلي في قابل المباريات ده هيكون مكسب كبير جدا للاعب وللنادي الاهلي. عنده سمات القياده كمان وليد سليمان الفتره دي بالذات، وخصوصا يعني يمكن هو احد اكبر لاعبي او من اكبر لاعبي النادي الاهلي سنا في ارضيه الملعب. بس برضه انا ضد انه يعني هو واخد رقم 10 كده يعني واخد مركز 10. لا هو خلي بالك ده برضو اداله ميزه ان هو بيتحرك في بطول بطول نص الملعب، لكن هو ما بيلتزمش بمكانه بس. والحته دي بتبقى فاضيه شويه في 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 هجمات النادي الاهلي. لو وجوده مع نصر مع حد رقم 10 زي نصر ماهر مثلا ده هيعمل فارق كبير جدا. بس اهم حاجه بقى يعني خلي بالك انا من معلوماتي انه وليد سليمان وحسام عاشور وحسن من احمد حمدي في انهم يروح يلعبوا اربع دقائق حتى لو دقيقتين ماتش ودي لمجامله احد زملائهم واحمد الفتوح. احمد الفتوح لو وجد حد انه يقول له ان فانيله الاهلي دي لا تليق بها تلبس اي فانيله ثاني حتى لو فانيله معموله لك شخصيا. فلازم يكون يعني انا كنت اتمنى ان هو يبقى، ما هو لو عارف دي ما كانش عمل ما كانش راح. لكن هو مع الاسف لم يقدر حجم ووضع النادي الاهلي. يستفادوا منها بشكل كبير. يستفيد منها، واللعيبه الكبار هم يقودوا الصغار الى الى يعني انت خلي بالك هتلعب مكاني بكره محتاج كذا، هتعمل كذا بره الملعب كذا جوه الملعب كذا. ده دور القياده مش جوه بس. احنا يعني الله يرحمه كابتن سيد البطل في اداره الكوره، وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل المدير الكوره في النادي الاهلي ما بيشتغلوش على جوه الملعب، بيشتغلوا على بره الملعب. لان بره الملعب بنسبه 60% اللعيب هيبقى ايه جوه الملعب. مش بتراقبه، لا ده انت بتعرف هو بيعمل ايه ورايح فين وجاي. كابتن ثابت كان بيتصل باللعيبه انت فين، وتصل على التليفون الارضي مش الموبايل. حتى لما اخترعوا الموبايل يقول لك انا في البيت. طبعا هو مش في البيت، في الموبايل. لو كان بيتصل على التليفون الارضي عيون في كل حته كابتن ثابت الله يرحمه. وبرضه ما كانش يعرفه، ما كانش يعرف موضوع ممكن يحول التليفون يحوله على التليفون. فكانت يعني المهم عايز اوصل لده ان ايه، ان 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 دور المتكامل للنادي ان هو يحافظ على لعبته. اكيد. طيب قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي ونروح المنتخب سريعا، ايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين لما هو قادم من مباريات؟ عندنا مباراه الاتحاد السكندري، بعد كده الترسانه، وبعد كده هيبقى عندنا وفاق ستيف في دوري ابطال افريقيا. الاهم مباراه وفاق ستيف والتاهل للنهائي ان شاء الله، بس قبلهم مباراتين مهمين برضه. المرحله الجايه مطلوب ايه من الجهاز الفني واللاعبين؟
اقول تدوير تدوير في مشكله بالنسبه للنادي الاهلي، لان العناصر كلها مش جاهزه، عناصر مشكله كبيره بالنسبه له، وده اللي حصل مع المصري برضه في افريقيا. لا، دور الاهلي يعني تدوير على قد ما يقدر. خلي بالك برضو انت مهم جدا انك تصعد دور 32 قدام الترسانة، لان برضو لو عملت مباراه سيئه هتخرج، ادي بطوله راحت منك. الدوري مهم جدا انك انت بحرص بقى وبعنايه، لان برضو انت هتقابل منافس قوي جاي حلم طولان، خد 4 نقاط، عامل ماتشات كويسه جدا في حاله مختلفه تماما من الحاله اللي كانت موجوده قبل كده. جمهور السكندري طبعا لما بيفوز فرقته بتبقى في قمه معنوياتها، وتحميس اللعيبه متحمسين جدا. فالنادي الاهلي مطلوب من كارترون تدوير اللعيبه، استشفاء سريع، محاوله التغلب على الاجهاد، لان ده برضو انت خلي بالك هتلعب مباراتين، هتلعب بعد كده مباراه اللي قبل النهائي، فده ممكن يعمل لك برضو زياده في الاجهاد. فانت بقى دورك ودور بقى الاجهزه الطبيه واجهزه العلاج الطبيعي او بتاعت اللياقه البدنيه تشتغل في الفتره اللي جايه دي، تاهل اللعيبه تاهيل. خلي بالك التاهيل النفسي مهم جدا برضو، طبعا اهم حاجه عنصر العامل النفسي. انت عندك عندنا 3 بطولات افريقيا، والنادي الاهلي دايما بيخش بطوله مش عشان خاطر المشاركه الشرفيه، مفيش طبعا الكلام ده مش موجود مع الاهلي والزمالك، مفيش موجود مشاركه شرفيه، موجوده ايه؟ موجوده ان انا اخد البطوله. ده دور كارترون، دور نفسي مهم جدا. اللعيبه فنيا وصلت لاعلى مستوياتها، عنده لعيبه ممكن يستعين بيها في كاس مصر، اللعيبه مهمه جدا، ممكن يدي فرصه للشريف كرامي، ممكن يدي فرصه لعلي لطفي، ممكن يدي فرصه بس الباك الشمال عندك صابر رحيل، ممكن يدي فرصه عندك احمد علاء، لعيبه كتيره جدا ممكن يديها الفرصه. ولاي لعيب زي ما بنقول الاهلي بمن حضر في المباريات الكبيره، الاهلي برضه بمن حضر في كاس مصر، الاهلي بمن حضر في الدوري، ان خلي بالك الاهلي لو لعب مؤجلاته في الدوري هو طبعا يبقى طبعا في القمه. طيب خلينا سريعا ناخد ردود افعال الجماهير عن سؤال حلقتنا النهارده، هو خاص برايهم في مستوى محمد صلاح بعد الخساره الاولى ليهم امام فريق نابولي في بطوله الشامبيونز ليج. نبتدي فيسبوك، محمد هشام قال للاسف صلاح مستواه في النازل، انا اقترح يقعد على الدكه ماتشين او ثلاثه. مصطفى محمد قال اكبر لاعبي العالم بتمر بنفس الموقف، صلاح مستواه اقل شويه لكن لازم يراجع نفسه سريعا، خصوصا ان جماهير ليفربول طالب ببيعه الفتره اللي جايه. ما اعتقدش خالص الكلام ده صح. لا، واحد بس من القراء كتب تويته وهي اللي عملت الناس تنقلتها، يعني الصحافه الانجليزيه تنقلتها، بس واحد بس واحد ممكن ايوه ايا كان، بس يعني مش عشان لعيب مستواه يمكن قل شويه او يعني الناس مركزه مع صلاح يعني مع الاسف او زياده على اللزوم. انا يعني معلش هاخد من دي واحده بس، الناس مركزه مع محمد صلاح برغم ان امبارح لو شافوا الخط الهجومي، هنتكلم عن خط الهجوم بس، فيرمينيو ما عملش حاجه امبارح، وماني برضه وساديو ماني هو بس كان بيجري وبياخد الكوره، لكن انت مركز على صلاح ليه؟ لان صلاح ثالث افضل لاعب في اوروبا، ثالث افضل لاعب في العالم، فطبعا لازم العين عليه. ما لعبش وعليه ضغوط، لعيب احسن لاعب في العالم، الناس بتشوفه انت عامل ايه؟ ممكن امر بحاله مباراه اثنين ثلاثه، بس صلاح محتاج بقى ايه؟ يهد يعني صبر عليه، صبر عليه. لا، هو كمان يقعد مع نفسه يسترخي شويه كده، زي ما قال له كلوب، يورجن كلوب، يسترخي شويه ويقعد كده ويفكر في مستقبله، ان هو خلي بالك عمره ما يحقق، يعني مفيش لعيب كوره ياخد افضل لاعب في في في, في انجلترا، مفيش غير ميسي ورونالدو. لا، انا بتكلم على كده في الدوري نفسه، يعني كان يتناوبها رونالدو وميسي في الدوري الاسباني، وعمره هو ما ياخدها كل سنه، فاكيد هيلاقي منافسين. اكيد طبعا، اكيد. طيب نكمل ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحاته على السوشيال ميديا، ولسه مكملين فيسبوك. اسلام الشرقاوي قال الموسم لسه في اوله، مش لازم نستعجل على الحكم عليه، كل لاعب بيتقابله اوقات صعبه مش بيكون في مستواه، ان شاء الله يرجع ويثبت انه مش لاعب موسم ويتنسي. عاوزين ندعم صلاح. محمد رأفت قال ارى ان مستوى محمد صلاح اقل من الموسم اللي فات، ولكن اتمنى لي تقديم افضل موسم، وتحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا ابو حميد ولكل العاملين بقناه الاهلي، تحياتنا ليك اكيد. محمد خالد قال الموسم لسه في اوله، ثانيا صلاح خايف على نفسه، وان شاء الله ان شاء الله يرجع احسن من الاول، تحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا محمد. سيد شورى قال اي لاعب في العالم مستواه بينزل بعد فترات وبيعود لمستواه الطبيعي بعد كده، ومتاكد من عوده صلاح وبالقوه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. راجي علي قال لكل جواد من كبا وسيعود سريعا باذن الله. كرم كمال الدين قال الفرديه سبب كل مشاكل الفريق، الحل الجماعيه وانكار الذات. احمد طاهر قال لازم يطور من نفسه. احمد محمد محمود قال كلوب يعادوا دكه ماتشين علشان يفوقوا. ونروح بقى لتويتر نشوف قالوا ايه. ياسر قال متذبذب ولا يساعده احد من زمايله، مطلوب منه التركيز والاهتمام بالتدريب. محمود وليد قال مستوى سيء
سيء للغايه وهذا ليس مستوى الطبيعي. مصطفى المنسي قال بصراحه مستوى محمد صلاح في النازل لازم للاسف ربنا يوفقه في القادم. دعاء خضري قالت بصراحه اداء الفريق كله كان متواضع. اما بالنسبه لصلاح فاي لاعب كبير بتمر عليه فترات تراجع في مستواه. شيماء السيفي قالت الموسم لسه طويل وان شاء الله مستوى محمد صلاح هيرجع زي الاول واحسن. بركات عزام قال مستوى قل كتير. محمد ممدوح مراد قال العادي بتاع اي لعيب ان مستواه مش بيبقى طبيعي مستقيم. يعني خلينا عامه ان الناس كلها شايفه ان محمد صلاح مستواه يعني مش زي الموسم اللي فات، لكن ان شاء الله اتمنى محمد صلاح يعود لمستواه الطبيعي. هذا الكلام يزعج اللاعب نفسه على فكره كتر الكلام عنه. لا بس خليني اقول لك شخصيه محمد صلاح يعني قويه وعارف ان هو ده طبيعي جدا بالنسبه له. سريعا عشان لازم نختم، تعليقك على القائمه اللي اختارها مستر اجيري، القائمه المحليه لمنتخب مصر الفتره الجايه ومواجهتي سويسرلاند. سريعا شايف اللعيبه بعض اللاعبين كان ممكن بص لا مش هقول اسماء يتحمل مسؤوليتها، لان في النهايه هو اي مدير فني يتحمل مسؤوليه اختياراته مع التحفظ على عدم وجود بعض العناصر مهمه جدا منهم وليد سليمان حتى لو راح ويلعب شوط واحد لاحمد فتحي لا بص يعني في لعيبه كتير هو دي رساله، خلي بالك هو عايز يؤدي رساله، بس اهم حاجه اللعيبه البديله انها نشوف بالزبط. قادر على استيعاب هذه الرساله ولا كمان على فكره في محمود علاء هداف الدوري كمان مدافع جيد جدا طبعا. وعندك اوباما برضو لاعب مميز. انت حديني دقيقه هيكون صعب الكلام فيها، لكن عايز اقول لك على الجزئيه المهمه جدا. اجيري وهاني رمزي يتحملان مسؤوليتهما في هذا الموضوع. هنشوف النتيجه كويسه جدا ومشيت نتيجه ماشيه معاهم يبقى كلامهم صح. نتيجه ما مشيتش معاهم هيرجع للعيبه الكبار يبقى هو كان غلط. تمام. الايام نفسها التي ستجيب على هذا التساؤل، لان في النهايه هم المسؤولين. يعني خلي بال حضرتك انا رايي، انا ممكن اقول لك محمود علاء احمد فتحي لكن في النهايه هو هيعمل ايه؟ ان شاء الله. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق لمنتخب مصر خلال المرحله المقبله، واكيد نتمنى كمان كل التوفيق للنادي الاهلي. استاذ عبد المنعم نورتني وشرفتني النهارده. الله حبيبي يا عماد، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بنشكر الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير، اتكلمنا في العديد من الامور الهامه جدا بالكره المصريه وبالنادي الاهلي كمان بالتحديد. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا. انتظرونا ان شاء الله، انا هكون معاكم يوم الخميس، من يوم السبت هتكون معاكم زميلتي العزيزه شيماء صابر، وحلقه جديده ان شاء الله تكون مميزه من برنامج كلام في الميديا. إلى اللقاء.